التواصل مستمر مشاهدينا الكرام، والانطلاقات متواصلة. شوطنا 19، شوطنا حاملا في تحدياته الابكار، الصعوب والمسافة هي 1500 متر. نسير مع البداية ونتابع الصدارة، نتابع هناك الظبي على المركز الاول، منصور بن الشيبة السبوسي يقدم لنا الظبي على الصدارة وعلى البداية. المركز الثاني الغارية سالم بن محمد بن طالب بن عقيل المري ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث هناك تحرير على المركز الثالث احمد، هناك ايضا عبد الله بن مطر بن حاذي الكتبي ينطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز قمرية سعيد بن حسين بن ثعلب الهايري مع المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز هناك حربة، منصور بن الشيبة السبوسي ينطلق مع خامس المراكز. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى، ولكن نعود مع البداية، نعود مع الغارية على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سالم بن محمد بن طالب بن عقيل يقدم لنا الغارية على الصدارة وعلى البداية. المركز الثاني قمرية سعيد بن حزين بن ثعلب الهايري ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث منصور بن الشيبة السبوسي يقدم لنا الظبي مع المركز الثالث. المركز الرابع تحرير، رابعا عبد الله بن مطر بن حاذي الكتبي، ومن الجانب الاخر حربه منصور بن الشيبه السبوسي. هكذا النتيجه للخمسه المراكز الاولى. نعود مع الصداره، نعود مع قمريه، قمريه 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 على المركز الاول، ومنصور بن الشيبه السبوسي قادم، قادم مع حربه، حربه ولكن تحرير، تحرير غيرت، تحرير انطلقت بناموس هذا الشوط. عبد الله بن مطر بن حاذي الكتبي للمره الرابعه، للمره الرابعه. سلام الفوعة، سلام سلام الفوعة، سلام تهانينا والناموس. عبد الله بن مطر بن حاذي الكتبي على فوز تحرير بالمركز الاول، تهانينا والناموس وسلام يا الفوعة وغشابه. المركز الثاني كانت فيه ايضا حربه، منصور بن الشيبه السبوسي. المركز الثالث الغارية سالم بن محمد بن طالب بن عقيل المري. هكذا النتيجة.